بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلوات والتسليم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لي عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم أعنا على طاعتك، اللهم أعنا على طاعتك وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. استغفر الله استغفر الله استغفر الله سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم وبحمدك سبحان رب العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أجمل منك يا رسول الله لم ترى قط عيني وأكمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنما قد خلقت كما تشاء. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله يا محمد يا ابن عبد. بسم الله الرحمن الرحيم، أصبحنا وأصبح الملك لله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله. إذن الدرس اليوم هو الجذور. كلمة الجذر هذه تتداول في المجتمع تاعنا في عدة حالات. فكون نروح الفلاح يقولك الجذر تاع الشجر، كاين الغصن كاين الجذع كاين وكاين الجذر جذور نعتاد العلوم صح. كون تروح لاصال تاع الكوفاز تاع المطانة تاع النساء دوك لي راسين تاع الشعر صافي لي راسين معناها جذور تاع الشعر عندها لي راسين تاعها كما ولا في الرياضيات عندها الجذر. هذه حاجه جديده لكم. الجذر مثلا ا كيف يتكتب جذر ا في الرياضيات؟ هذا كي يقول لك مثلا كسر راه تقول استاذ كسر استاذ هو ا على بي. ا يسمى بالبسط، بي يسمى بالمقام، والخط هذاك يسمى بخط الكسر صح ولا لا؟ درك انا كي نقول لك اكتب لي جذر ا، اذا حاله مبهمه ماشي هي جذر. لاحظ فرضا هذا هو السطر تاع الكراس، باش نفهموا مليح، هذا فرضا هو السطر تاع الكراس. شوف الجذر كيفاش يتكتب مع زيت الطار بطريقه دقيقه جدا. الجذر يتكتب بالطريقه كي شغل دير لي لاك في كي شغل في، لكن هنا يكون الخط هذا المستوى تاع الافقي اطول من المستوى تاع نقطة بداية الجذر طريقة. هذا هو العدد والكتابة لجذر أ، حيث أ هذا يشبه عدد حقيقي موجب، حيث أ عدد لازم يكون حقيقي موجب، قد يكون معدوم، قد يكون سر عادي جدا، بس ما لازمش يكون سر. هنا كنفهم ولاد في الدرس تاعنا هذا بلي العدد بيجي تحت الجذر ما لازمش يكون عدد سالب، لازم يكون دوما العدد موجب. مثلا لا يوجد جذر ناقص خمسه، لا يوجد جذر ناقص اربعه، ناقص هذيك ما كانش، لا يقبل الاعداد السالبه. تمام ولا با؟ هذا بالنسبه للكتابه تاع الجذر، كتابه الجذر كيفاش يتكتب الجذر. يعني كاين بعض الطلبه جذر ا يكتبوا بالطريقه كيما هذه تدي سالب، كتابه خاطئه، كتابه خاطئه. احنا قلنا الخط هذا ما لازمش يتجاوز، قلنا هاو هاو السطر هاو الكتابة الصحيحة تاع الجذر. الجذر هذه أول حاجة نفهمها واحد كيفاش يكتب الجذر. هذا يقرأ الجذر التربيعي للعدد أ، الجذر التربيعي للعدد أ. كاين حوايج أنتوما في الكاتريماني
مازال ما تشوفهمش. ممكن انت علاه تقول نقولوا استاذ الجذر التربيعي، لكن بعد في الليسي كي نطلعوا شويه ان شاء الله نفهموا باللي كاين واحد الرقم لكن ما نكتبوهش مخفي، هو يجي هنا، هي هنا الدليل تاعو راهو اثنين. بصح لي هذا مازلتوا ما تقراوهاش، علاه نقولوا الجذر التربيعي لهذا الامر؟ هنا في الحقيقه راه كاين دليل اثنين، بصح ما تكتبش. كي شنو نقول لك مثلا خمسه؟ خمسه كاين واحد الحاجه ما تكتبش فيها خمسه، هذا راهو كسر ماشي مقام تاعو، يعني ليس مقامها مقامه راح تقول لي استاذ علي ما كتبتش على واحد، يقول لك انا باين اي عدد ليس له فمقام فمقامه واحد. اذا الجذر كي نقولوا الجذر الطبيعي هنا في الحقيقه راهي كاينه اثنين بصح ما نكتبوهاش تمام، لانه تنطق الجذر الطبيعي العدد في الحقيقه كاينه اثنين بصح ما نكتبوهاش. هذه بالنسبه لكم انتم مثلا كاتريماري ما تهمكمش ما تهمكمش فهمين، مع انه واش راح نديروا بها في الكاتريماري معليش مالك. إذا الحاجة اللي حبيتكم تفهموها باش من بعد راني نسقسيكم، نعطيكم بياج، نعطيكم جذور جذور بين الجذور هذو، دوك حسب لي مثلا جذر ناقص 16 راك احتغلت. قالوا سير لا يوجد، نعم لا يوجد جذر ناقص 16، لا يوجد جذر عادل سير. مليح مليح، روحوا درك الحاجة المهمة جدا اللي ماكمش راح تشوفوها في القسم، بصح نحبكم تفهموها بطريقة دقيقة وتساعدكم بزاف في الدرس تاع الجذور. وشي هو لاكس دي كاري، لاكس دي كاري اسمه يعني مستقيم المربعات التامة. نحبكم نتوما تكتشفوا تشكلوا نتوما وحدكم وحدكم تشكلوا المربعات التامة. شوش حنكتب منه؟ راح نكتب عادي الأرقام اللي قراهم في التحضير، واحد اثنين أرقام الأولى ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، راح نزيدكم هنا زوج 11 و 12. هذه أعداد طبيعية، أعداد طبيعية. واش راح نتمنى؟ ماذا تقابلها؟ تقابلها مربعات لي كاري تحت. كيف نعرف المربع؟ أنه نضرب العدد في نفسه. مثلا لو كاري تاع 5 سي 25، لو كاري دو 7 سي 49، 7 فوا 7 49، لو كاري دو 8 شي هو 63. كيفاش راكم مازلتو راكدين؟ ثقة ثقة. نضرب العدد في نفسه، واحد في واحد، اثنين في اثنين، هاو الأرقام يا مول. هذه نحبكم الدرس تاع الجذور هذا يستعرض بالارقام ذات اللون الاحمر تسمى بالمربعات التامة. الجذر يتعامل بزاف بالمربع التام. كيف فاهم كذا؟ كيف فاهم؟ ثلاثة في ثلاثة 16، 4 في 4 16، 5 في 5 70، 6 في 6 80، 7 في 7 90، 8 في 8 90، 9 في 9 80، 10 في 10 100، 11 في 11 111، 12 في 12 104. هذا مستركم عندي. هذه الأرقام ذات اللون الأحمر لحتى تكون عندك في راسك، تكون في راسك تمام. إذا واحد هذا مسمى المربع التام نحفظوه، واحد 4 9 16 25 36 49 64 81 100 36. درك أنا مثلا كي نقول لك 36 حتى تدخل في 6، كيفاش جات 36؟ جات 6 في 6. كي نقول لك 64 حتى تخلي في 8، رجعت من 8 في 8. كي نقول لك 100 راه جات من 10. عاودوا اقراوا مع بعضنا صح. واحد 4 9 16 36 49 64 80 100 121 140. اقرا لي من فوق 100 40 121 100 129 16 29 16 29 على قد ما تحرك لسانك، على قد ما العقل الباطن يروح جسمك راهو قاعد يسجل. عاود لي من تحت 1 4 6 16 36 49 50 80 100 120 140. صحيح. مدوا امثله لبعض الجذور بصح واش لازم نحوسوا؟ يجيك سؤال تروح لماما في الطب تقول لك تقول لها ماما انا كنت درست على الجذور عند الاستاذ مامي، شنو الجذور هذا؟ تقول لها ماما عندك
شو يساوي جذر 8 جذر 16 راهو يساوي 4. قلت لي علاه؟ علاه جذر 16 يساوي 4؟ انا نحسبها تقول لي جذر 16 يساوي 8. شكون يقول لي ماما كيفاه تنقلت 8؟ حسبت حسبت اوكي الطلبه مركزين معنا. ماما خلت في النص وستين جذر 100 قال لي 25 خلت في النص خلت في النص شو واش عندك كتب خلت للبحث عن جذر أ بمعنى نبحث عن العدد الطبيعي الموجب الذي مربعه يساوي تكون يساوي أ. شو الكلام؟ شو هذاك الكلام؟ للبحث عن جذر أ بمعنى الحوز شكون هو العدد لنضربه في نفسه الذي مربعه وش منه؟ يعني العدد في العدد تاعه هو يساوي أ. أمثلة والأمثلة راهي مكتوبة قدامكم في مربع سهل مربعات الدم. أمثلة جذر 16 اللي كنا نهضروا عليها قبل سؤال تروح هل تساوي 8؟ لا اللي قال 8 راهو خلف النص راهو راح خلاص كيما ماما مارك لا غير ماما مارك ماهيش فاهمة ماهيش فاهمة الدرس فهمينا جذر 16 نطرح السؤال لنفسي هذا القسمة الأستاذ يقول لك القسم شكون العدد ديال المضروب في نفسه يعطيني 16 بصح بالنسبة لك أنت راهو كلشي إجابة راهي كي نقول جذر العدد الأحمر هو الحد العدد الأسود الذي قبل هاي وراه 16 شو يساوي جذر 16؟ دونك أنا نديرو سهم بالطريقة هذه نقول هنا واش غنكتب لك أنا؟ جذر بصح أنا واش غنكتب لك؟ غنكتب مربعه من انتقال من الأسود إلى الأحمر ربع أربعة مربع ستة مربع سبعة مربع بس كاين شي ننتقل من الرقم الأحمر إلى الرقم الأسود راح نقولوا جذر جذر 16 شو يسوي؟ يسوي أربعة تبع 100 السؤال مطروح لماذا؟ علاش؟ بوركوا؟ علاش جذر 16 يسوي أربعة؟ تبع 100 الجواب لأن هيك الوقت نبداو نفهموا لأن أربعة في أربعة يعني اللي هي شكون؟ هي مربع مربع يساوي ماذا؟ 16 إذا للبحث عن جذر أ كي شكون أ هذا هو 16 اقرا واش مكتوب للبحث عن جذر أ وش يساوي؟ وش يساوي؟ بمعنى نبحث عن العدد الطبيعي الموجب لازم يكون موجب علاه ما كناش موجب تماما؟ جذر صفر يساوي صفر الموجب الذي مربعه يساوي إذا جذر 16 يساوي 4، لماذا؟ علاش؟ لأن 4 في 4 يساوي 16. بالنسبة لك أنت هذه كتبناها تسمى في الحالة العامة. طيب بالنسبة لك أنت لازم يكون عندك سهم أو درس جديد عندكم ما كاين واحد ما يقول لي شيخ ما نمشي أول درس ودرناها لايف كي تروح الدار زيد تعاود. درك حنا باش نكون تكون عملية سريعة درنا السهم جذر 80 شوف شحال كتبوها بطريقة الطريقة دقيقة جدا جذر 81 علاش؟ 9 في 9 جذر 121 صحيح جذر 36 جذر ناقص 49 علاه ما كانش؟ هاي 49 هاي 49 واش قال لي واحد التلميذ؟ قال لي جذر ناقص 40 يساوي مادام هنا جذر 49 هو 7 وهنا كاين ناقص هنا كاين ناقص قال لي شيخ لي ناقص 7 لا لا يوجد يعني لا يوجد جذر عدد 7 بالرغم باللي 49 بالرغم باللي 49 اي كاينه في الوسط لكن شكون اللي رفضنا قلنا ما كانش اشاره ماذا؟ اشاره النقص اشاره النقص خلات جذر ناقص 40 مرفوض مش يطلعوا هنا نقول له مش يطلعوا لا يوجد فهمين دونك لا يوجد جذر عدد سهل جذر صفر يساوي صفر
أو زر يعني أخو هاشم. بس صفر في صفر شو يسوي؟ صفر في صفر يساوي صفر. دونك شذا صفر يساوي صفر. تمام؟ سهلة؟ سهلة ولا؟ كيكون فاهم لاكس دي كاري هذا بركة. هذا كما تشوفوش ما كان في الكتاب المدرسي، ما كان في البوردرس، ما كان فاهمين؟ الكتاب المدرسي والشرح تاعك كله هو شرح هكذا. يقول كاين واحد الأرقام تسمى مربعات محفظة. فاهم؟ احنا درناها بطريقة بسيطة، أنت واحد حتى نهار الامتحان ولا نهار الأهلية نسيت، فرضا واحد نسى، واش يدير؟ يدير سهم هكا يكتب أرقام. ما كاينش واحد منكم يعرفش يكتب الأرقام هذه، واحد زوز ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تسعة ولا، بعد شو يدير؟ نضرب عدد في نفسه، اثنين في اثنين ربعة، ثلاثة في ثلاثة، أربعة في أربعة، خمسة في خمسة، ستة في ستة، حتى يكون زميلك لازم تذكرته، زميلك تذكرته. يحب يقول لك هو هذا خويا فهمني فجذور الدرس مثلا ولا روح. أول حاجة تبدا له بها دير له السهم. قول له شوف. يقول لك واش ندير بالسهم؟ قول له تلقى كاين علاقة تربط بين الأرقام اللي على اليسار والأرقام اللي على اليمين. حنا ما نمشي نديروا مثلا من اليسار لليمين، الرسم تاعنا من اليمين لليسار، من الرقم الأحمر إلى الرقم الأسود. قال جذر 64 يساوي 8. لازم نحفظها، كل مرة شايل مش انا كي نقول لك انا واش يساوي جذر 64 تقول لي استاذ دقيقة حبس روح براسك جذر 64 استاذ 8 خطا هذه نحبهم يتحفظوا على ظهر القلم بصح ندخلوا الخواص حنفهموكم في الخواص وقت كاين كيفاش نخرجوا جذر من ناقل من عفوا نخرجوا عدد من الجذر كي يكون سامبل لوحده يخرج عدد دونك تشوفوا واش حنكتب درك واحد الخواص هنا هو يبدا الضرب ونبداو درك بعد اليوم الحصه هذه بعد نبدا نعطيكم كيفاش نحلوا اختبارات ونحلوا الهديه واش يجيني الهديه. طبيعة الحال في الدرس تاع الجذور فيه عدة نشاطات باش نفهموا بها. من بين النشاطات اللي يجيب الهديه والاختبارات راح نشوفوا واش هي الحوايج يجيو بزاف والحوايج لازم نفهموهم بزاف. صلي على واحد. بون بعد ما تعرفنا هذا السهم ما نحيش لازم دائما يخليها باش يقابلكم باش يقابلكم. واش قالوا لنا العلماء؟ عطاونا خواص. عطاونا واحد الخواص نخدموا به. مش قالوا لنا قلت فرضا خلاص هذو مفاتيح مفاتيح كي شو الفلاف تاعنا في الكوزين قلت ا و ب عددان حقيقيان موجبان تمام يعني راهم موجبين المهم ما يديوش السر واش قلت؟ الخاصية الأولى قال كي يكون عندك جذر أ في جذر ب وراك تنجم تضربهم في بعضهم هذا شأن الجذر ساعات نسميه كاع كي السيوانة نسميه كاع كي السيوانة عفوا السيوانة اللي تحمينا من المطر ها هو الشخص مثلا هو الداخل هذا كي يشرب أ هذا هو العدد عنده سيوانة جذر أ في جذر ب وش يساوي؟ يساوي ثلاث مرات ثلاث مرات جذر أ في ب. دونك يكون عندي جذر نجم نضرب نحطو في الجذر ونضرب ما بداخل الجذر هذا في ما بداخل الجذر هذا. أعطيني مثال أستاذ نفهم به. وي مثال. جذر ثلاثة في جذر خمسة راهو يساوي جذر ثلاثة في خمسة هي تساوي جذر كم؟ 15. والعكس صحيح. والعكس صحيح فهمت يعني كي تكون جذر ا في بي راني نجم نفصل هو يساوي جذر ا في جذر بي فهمت هذه الخاصيه رقم واحد نشفع عليها مليح جذر ا في جذر بي هي جذر مش هي ا في بي فرق الخاصيه رقم اثنين قلت كي يكون عندك جذر ا على بي جذر أ على بي كيف كيف راني نجم نفصل تساوي جذر أ على جذر بي والعكس صحيح جذر أ على جذر بي كل واحدة وحدة نجم نحط في الجذر يعني درت بالعكس العملية العكسية باش تفهموا باللي راهو دائما ما ديماريوش من الفصل إلى الكل أو قادر ديماريو من الكل إلى الفصل يعني قادر تكتب في الجذر قادر كيكون عندك في الجذر كومبلي تنجم تفصل أعطيني مثال أستاذ
ميزان جذر 100 ولا جذر 75 هذه جذر 100 هذا 49 النجم نفسه واش يسوي كما نقول هنا نوزع الجذر على البسط وعلى المقام يساوي نفرق لهم جذر 100 كل واحد يدير البار تاعو كيشو نسقيو على جذر 49 توزيع الجذر وزعناه على البسط وعلى المقام درك الضرب هنا برك هنا يراو معايا واللي فاهم ليه درك يشوف 100 ويشوف 49 حاجه سينيالي واش تقول له راه رقم احمر نعم 100 رقم احمر ها الجذر تاعو قداش 10 و 49 سولات هي 7 هاي النتيجه الاخيره لكن التلميذ اللي ما عندوش هاد الارقام الحمراء في راسو يبدو بلي العدد هذا عادي يخليه جذر 100 على جذر 49 يخليه فهمت ولا لا؟ لان قاعد نقول لكم المبدا الرسمي انه واش المستوعب واش مستوعب تلك الارقام ذات اللون الاحمر نحطها في راسي مليح كون نشوف رقم من الارقام الحمراء هذيك شنو ندير؟ نحبس نقول يا حبس هذا فات عليا هذا رقم فات عليا مكتوب راه وصل عليه الاستاذ الرقم هذا وصل عليه الاستاذ بيان سور وقتها تفهموها في التطبيقات تاع التمارين ان شاء الله نبداو نعطيكم تمارين وقت تبدا تفهم مليح ان شاء الله واش قاعد نهضر تقول لي استاذ هذا فهمت مليح هذا فهمت كوش الخاصية رقم ثلاثة اللي يخدموا بها بزاف يخدموا بها بزاف تقول لك جذر ا مربع في بي وش يسوي؟ كيكون ما بين داخل الجذر وفيه مربع شوف الطبيعي شوف الطبيعي تاعنا الجذر يروحوا مع بعضهم واش تقول لك الخاصية؟ تقول لك ا دونك هذا يخرج مادام فيه مربع يخرج بوجه يخرج ب ا ومعلاش بزاف اسفة يقول كيكون جذر ا مربع و ا عدد موجب التربيع واحنا الجذر مادام فرضنا بلي فشطنا بلي ا موجب ثم تعطيك ا علاه قلنا جذر التربيع الجذر يتفاهم مع التربيع يروحوا مع بعضهم تمام تعطينا النتيجة ا هنا درك ما نقولوش يروحوا مع بعضهم ما نهضروش هضرة كيما يقول واحد تاع زقا لا هذه خاصية دقيقة جدا لابد من تطبيق الخاصية واش تقول تقول جذر ا مربع في بي يساوي ا في جذر بي ما نقولش جذر جذر مع التربيع لا الكلمه هذه ما نقولهاش اصلا تمام واضح ما نقولهاش اصلا قال جذر ا مربع في بي تساوي ا جذر بي اعطيني مثال استاذ نعطيك عليه مثال تبع ما بين اعطيك مثال بسيط جذر 18 شو معنى جذر 18 واش يساوي واش يساوي 18 نجم نكتبوها 18 نكتبوها 9 في 2 9 في 2 صح ولا مش صح؟ تعرف فين قداش؟ 18 يا استاذ انا ما كتبتهاش 6 بثلاثة 6 بثلاثة 18 هذا التلميذ يكون ذكي يحب يفهم كاين طلبة الولد يحب يفهم كما قالوا مصري ايش ايش معنى 9 ب 2 وزاد فيها 4 9 ب 2 انا ما كتبتهاش 6 ب 3 حاول عزيزي الطالب انك تكتب ما بداخل الجذر بدلالة الارقام الحمراء انت كنت كتبها لي 6 ب 3 فكلا من 6 و 2 ده ينتمي للارقام الحمراء. انت كي تكتب لي 9 ب 2 9 ينتمي للرقم الحمراء. بون كي نحبوا نطبقوا الخاصيه واش تساوي؟ جذر 9 هذه نجمو نكتبوها 3 مربع في 2 صح ولا مش صح؟ 9 كتبناها 3 مربع في 2 شوف ترى الشكل هذا يتوافق مع الشكل هذا ولا هذا؟ هو نفسه صح 3 هذه 3 مربع 3 واش تخرج 3 مربع واش ترى؟ تسمى التربيع يتفاهم مع الجذر تعطيك 3 تسمى النتيجه واش تعطينا؟ ثلاثة ويبقى الجذر داخل داخل النتيجة تعطينا ثلاثة جذر اثنين كي شغل الولد الجذر هو الحبس اللي عنده التربيع يخرج بالحبس اللي ما عندوش التربيع يبقى داخل دونك ثلاثة مربع عندها مفتاح التربيع هو المفتاح تخرج تخرج بثلاثة على هي مدة المفتاح للجذر مدتها مع بعض ثلاثة واش تبقى لداخل جذر اثنين تبقى برك الولد اللي فاهم فيكم هكا كيما نعطيكم طريقة ممتازة تاعنا تاع الكل طريقة بسيطة تاعنا احنا تاع الكل كيما تخدم وتتنوع وتخدم بطريقه بسيطه جدا حنا درك نخدموا بالخواص الخواص عندنا حنا كاساتذه ما نلعبوش بها شي خاصيه ما تلعبليش بها تاع الكتاب المدرسي تاع المفتشين ما تلعبليش بها خواص كيقول لك خاصيه ما تمسرش بها تمام بون اذا لاحظوا
كيفاش جبنا 18 رجعناها 3 جبنا 2 بعد كيفاش رجعناها 3 جبنا 2 ها شوف لك الطريقة تاعنا درك نعطيها لكم أنا ونعطيكم بها تطبيق هو التطبيق هذا راح يجينا في الامتحان إن شاء الله أعطيك القاعدة باش تقول كاين واحد السهم الثاني راح نزيدوه لكم يسمى بسهم الاعداد الاولي هذاك ما تقراوش في الاسم لكن هنا بدو هنا يساعدك بزاف في راس في الخدمه نعطيك واحد الاعداد الاوليه نحبك تحفظه اسمه سهم الاعداد الاولي شنو الاعداد الاوليه عدد اولي نظرنا تقريبا في البي جي سي دي الاعدادات الاوليه فيما بينهم يعني ما كاينش قاسم مشترك بين بيناتهم غير واحد بي جي سي دي تاعهم يساوي واحد عدد اولي نحب تحفظهم لي شكون هو اول عدد اولي هو 2 3 5 7 11 انت قول غير كنت تحفظ لي حتى 7 مبروك عليك شيخ هذا مكان ما حفظت 2 3 5 7 هذا هو اذا حفظت هذا مبروك عليك راح الجذور تويتر كلهم لك اي سلسله تجيك جذور راح تخدمها بالطريقه تاع الشيخ مامي كريت الطريقة اللي عندك الطريقة تاعي ما هي تاع الكتاب ما هي تاع اليوتيوب ما هي تاع البورداس والو طريقة دقيقة جدا تمكنك أي سلسلة تخدمها بطريقة بسيطة جدا 2 3 5 7 احفظهم احفظهم شو واش راح دير؟ نعطيك بريزونت بعض الجذور اللي ما تكونش تم شو واش يقول؟ يجيك سؤال يقول لك بسيط ما يمكن بسيط العبارة ولا الجذور التالية نلعبوا على الوتر الدقيق جدا نبداو بجذر 18 هذا تاع كبير اللي يحيركم صح ولا لا تشوف كيف يمشي معك فهمت جذر 50 تشوف اذا الحاسبة اعطيكم جذور يجيكم في الاختبارات ان شاء الله جذر 252 هو انت عارف 252 كيفاش تفكر بعد وانت ايوحى اليك يجي الاستاذ يقول لك شفت 252 هذه شو كيف نعجنوها شفت بلاك ماما كي تعجن الكسره يقول لك 252 نعجنها بالطريقه التاليه هو كذا في كذا وانا في وانا نحفظ الارقام كلنا وبالتالي احنا درنا طريقه للطالب باش نزيد شي طريقة ممتازة للطالب باش ما تزيدش تبع تبع يا الطالب اللي قاعد يتفرج فيها من جميع انحاء الجزائر جميع الولايات هاي الطريقة دقيقة جدا مع سبع طريقة بسيطة جدا تبع هذه قاعد نكبر لكم شي بالارقام مية وثنين وتسعين الصغار شوية خمسة وسبعين يوسف أربعين ستين ورا هذا بعد يبدا يجيكم على شكل سيت سيت عملية يجيك على شكل سيت سيت عملية الصورة مطبع بسيط خلاص كيفاش نعجنوها ركز معي ركز الحل
هنا البيت الرياضيات راح تبدا تنحني، المات الرياضيات راح تبدا تنحني للطرف الممتاز، مش كيما طرس الكبيرة على الصغيرة منك هذا اجل، مش كيما بي جي سدي بي جي سي دي عددين طبق خوارزمية إقليتس القسامات اجل، الطلبة كل عند طريقة تسمى يجي يخدمها. هنا لابد ضرك وشي ولا وقت الأفكار، لوقت الدقة، هنا الطلبة ممتازين راح يبداو يبانوا. راح يبداو يبانوا الطلبة الممتازين، كل واحد بالطريقة تاعو. هنا حيت بداو يبانوا الطلبة يقول التلميذ لبن، تعرف تسمع بلبن، يعني لبيب، ذكي. ركز معايا، ركز يا حمودي. نبداو على العدد الأول، جدر 12. تبع الطريقة تاع الشيخ ما مش تقول، تبع الطريقة تاع الأستاذ ما مش يقول، يقول تحكم العدد هذا اللي داخل 12 تبدا تقسمه على أول عدد، ما عدد أول، ولا بغيت تقسم على العدد مربعتين كيما بغيت، كيما بغيت، فحنا معليش نروحوا للعدد الأولي، نبداو نقسموا على العدد الأولي، إذا لقيت، إذا لقيت النتيجة الحاصلة، إذا لقيته من الأرقام الحمراء، حبس. دي ستوب قول اي فينيش العمليه انتهى شيخ ما فهمتش عاود رايح نبدا نهوي نقسم 12 على اول عدد اولي اللي هو 2 هذا العدد الاوليه هو عدد اولي يقبل قسيمه له قسيمه نفسه الواحد ماشي تعريف عدد اولي هو العدد الذي يقبل القسم على نفسه وعلى الواحد لماذا واحد ليس عدد اولي لانه يقبل قسم على نفسه فقط دونك عنده برد قسم يعني بطريقه نضربها بطريقه بسيطه العدد الاولي هو اللي عنده زوج ولاد نقول زوج ولاد واحد من واحد يمشي في الشارع هذا واحد اول واحد هل عنده زوج ولاد؟ لا عنده واحد اللي هو نفسه ها على واش يقبل واحد نفسه فهو يتنافى مع شرط التاليف اذا سقط شرط من شروط التاليف سقط التاليف العدد الاولي يقبل قسم على نفسه فقط على نفسه وعلى واحد هذا العدد الاول لكن اثنين شكون هو العدد يقبل قسم على اثنين؟ واحد واثنين عنده زوج ولاد ثلاثه واحد وثلاثه أربعة واحد واثنين وأربعة قداش عندهم الفضل؟ ليس عدد الأول خمسة واحد وخمسة عدد الأول ستة واحد واثنين وثلاثة وستة عنده أربعة أولاد مش أول خمسة قلنا خمسة سبعة عدد الأول واحد وسبعة فهو عدد الأول وروح هذا العدد الأول أعيد راكم ما تقراوهمش في الكاتريمان تقراوهم في السنة الأولى ثانوي عدد الأول حنا درناهم هاد برك شغل قلت حشفالي على خمس ارقام هما نخدموا به الجذور طريقه ماكش مطالب انك تروح القسم تقول استاذ نقسم العدد الاولي هذه الطريقه مديتها لك بيني وبينك لانه ولد انا نقولها لكم خاطر واحد يقول لي استاذ علاه تمد لي مثلا هذه وانا ما نقراهاش راك تولي تطيح في واحد الحاله وش هي انه الاستاذ يعود يعجلك الارقام من راسه مش من راسه يعني هكذا تسمى يجيب لك رقم يقول تلاحظ ان الرقم هذا يتكتب هيك فيك كيفاش نبني نحفظهم؟ نعطي طريقة عامة دقيقة لتمشي راح تلقى كيفاش يتعجبك 12 نبدا نقسم قسمة 2 6 هل كان 6 هنا؟ الشيخ تسمى تقسم الرقم هذا على الأرقام على أول رقم تبدا ب 2 إذا لقيت الحاصل من الأرقام الحمراء حبس ما لقيتش واش ندير أستاذ؟ نمشي قس بلوك نفوت الكلام شوف كل واحد 12 قسمة كم؟ أربعة كان ولا ما كانش؟ حبس كان، تسمى كيفاش نعزو 12؟ ثلاثة كان وعيد قسمنا 12 على ثلاثة نقسم 12 مثال نشرحه بالعقل نقسم 12 على ثلاثة الحاصل هو أربعة نديرها هكا باللون الأحمر وثلاثة نديروها باللون الأزرق باش نبينوا بلي راهو عدد أول تسمى خدمنا 12 عجبناها بوش لقيناها تثبت بدلالة رقم ازرق ورقم احمر يعني هذا القاسم وهذا هو الحاصل لازم تلقى الحاصل رقم احمر حبس اذا لقيت الحاصل رقم احمر واش ندير؟ ستوب واش نقولوا 12 كيفاش نجمو نكتبوها؟ 4 جي واش تساوي؟ جذر 4 في 3 دير التحقيق ترى 4 في 3 شكون ما فهمش 12 تساوي 4 في 3 صح البيت ولا مش صح 12 4 في 3 ولا شكون اللي يقول لي شكون هو الرقم الاحمر الرسمي تاعك الرقم الاحمر علاه لانه الرقم الاحمر عنده المفتاح
شيخ واش تقصد عنده مفتاح؟ وربع تام. يخرج يخرج من الحبس، يخرج من الجنة. واش يسوي جد الربعة؟ نخرج جد الربعة واش يسوي؟ علاش؟ علاش؟ حنا ما نكونوش أشاك فوا نكتبوا باللي ربعة نكتبوها هي اثنين مربع في زلات، يعني الخاصية تقولك اثنين مربع اللي واش تخرج؟ النتيجة واش تعطينا؟ بعدا بعدا يخرج اثنين، شكون اللي يبقى لداخل؟ النتيجة تاعك جذر 12 هو اثنين جذر 3. بصح ما نحبش أشاك فوا اللي تكتب لي اثنين أربعة تكتبها اثنين مربع في ثلاثة أربعة تخرجها، يا ديريكتوم هذي تساوي هذي تخرج باثنين، تسمى النتيجة واش تعطينا؟ اثنين هاي خرجت، شكون اللي يبقى لداخل؟ تسمى النتيجة هي اثنين جذر 3. شكون ما فهمش؟ ولا نزيدو نشوفو المثال الثاني، زيد تفهمو أصلا. صايب؟ 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 واضح؟ أول. شوف المثال الثاني. نروحو لجذر 192. جذر 192، كل واحد في، شكرا. كل واحد في قلبو يعجب لي 192 عجنة. هنا راح نطرح سؤال، ممكن كاين بعض الاساتذه يقول لك يا شيخ مامن، اساتذه يقول لك يا استاذ مامن، على تمت الدرجه هذه الطلبه شوي معقده. راح نقول له يا استاذ، تعرف يا عزيز يا اخي، كيفاه تقول التلميذ تاعك نض هذه ولا كذا 192؟ شفنا بعض الاختبارات، تشوف بعض الاختبارات صعيبه جدا، يعطيو متبع سلسله وفيها جذر 192. منين التلميذ مسكين كيما ينجم يعيش 192؟ ها حنا قدامنا اعطينا بطريقه كيفاش؟ راح تقول له 16 في 5، هاو يقول لك استاذ برك الظاهر نقسم انا على زين، كيفاش نقسم؟ كيفاه ندير؟ هذه الطريقه بسيطه جدا، نبدا نقسمها 192 نقسمها على اول عدد اول، نبدا هيك السلوم، اسمع شفتوا هذا السلوم، نقسم على اثنين، هاي اقسم 192 قسم اثنين 96، هل 96 كان هنا؟ جو باس، جو باس كم؟ 192 قسم كم؟ 64. 64 كان هنا؟ حبس كاين، كاين. دونك 192 شنو كتبها؟ واش كتبها؟ 64 في 3. في 3، وخليني يرحم والديك 64 نكتبها باللون الاحمر باش نبين بلي راهي تنتمي للمربعات. انا كل هذا الوقت راه نقيس القسم وتقول له استاذ انا نخدم بالطريقه هذه استاذ، هذا سير ما ديرو الاوسير تبدا تخدم تبدا الامور تاعك دقيقه شي 64 واش يخش؟ بثمانية. ما تقول لي الشيخ ما فهمتش منين جبت ثمانية، قلنا ها بيتحفظوا 64 واش تقابلها؟ ما نحبش واحد يقول لي الشيخ ما فهمتش منين جبت ثمانية، انا قلت احفظها. دونك النتيجة الأخيرة واش تعطينا؟ ثمانية. واش قالوا لي بعض الطلبة أخبياء؟ قالوا لي هذه تساوي 64 جذر 3. هل قلت لك أنا؟ هيك جذر 64 كي يخرج يعطيك 64؟ ولا يعطيك ولده؟ ولده هذا الأب هذا ولده 64 كي يخرج يخرج بولده. صدقني؟ درك بلا عقل تبدا تفهمها، درك راح تبدا تفهمها، شوف تزيد هذا صايب، هذا صايب، ما تزيد تفهم ليها، جذر 18 هذا يجينا بزاف. 18 نقص قسمة 2 فيها 9 دونك 9 في 2 صح ولا لا؟ خليك تكتبها باللون الاحمر 9 واش تخرج؟ شكون ولد 9؟ خاطر معايا دونك النتيجة واش تعطيك؟ ما نديروش باش تكتب 3 هضر ما تخافش هضر 3 جذر 2 هضر 3 جذر 2 قلت جذر 9 ولدوا 3 3 جذر 2 يبقى جذر 2 الدفع اها جذر 50 كيما نعشوها جذر 50 قسمة 2 25 تسمى كيفاش نكتبوها 25 جذر 2 وشكون هو ولد 25 واش تعطيك النتيجة اللي يحب يقرا اسمع اللي يحب يجي يحب يهضر تكلم اهضر قال 25 تخرج قول 5 جذر 2 ما نقولش 5 ب 2 5 جذر 2 عاود معايا 5 جذر 2 صايب نرجع نواصل نواصل ميتين وثلاثة وخمسين
نبدا نقسم قسمة زنين 126 ما كانش 126 قسمة 3 84 ما كانش قسمة 5 504 كي تقابل فاصلة ولا حاجة فوت 504 ما كانش قسمة 7 36 حبس كم 36 كم 36 في وجه ما بعيش فهمني تا كيف تعرف باللي بدلي 253 هي 36 في 7 فهم هذه بعيش مين عرف التلميذ مسكين هذا بدلي 253 يعيشنها يقول لي 36 في 7 كنت خطيك الطريقة هذه معايا؟ نعم بون 36 بوش تخش اسم النتيجة واش تعطينا 6 اللي قلت كهدر ستة جذر عشرين عشرة شكون اللي قال عشرة؟ جذر عشرين عشرة ربعة هل كان عشرين هنا؟ شتو قلت بلي كانت ربعة هاو مداوي زهر قريت كيف كان اللي قال جذر عشرين عشرة وراح النصف وحنا قلنا كبير حذاري تروح النصف التركيز هذا هو اسمه التركيز كاين شي حتى التاريخ انا نقسم 20 قسمه 2 قداش فيها 10 ما كانش 10 انتما قسمتوا قسمتوا نعم كي تقولوا لي 10 واش نفهم انا منين تجي من النتيجه قسمه 3 قسمه 5 4 4 مو كيفاش نتبع 4 في وانت ندير التحقيق راه دير التحقيق باش تشوف روحك صحيح ولا غلط 4 من 5 قداش 36 في 7 252 دير ندير التحقيق شكون عنده مفتاح 4 هو العدد اللون الاحمر عنده مفتاح واش يخرج 2 و 6 2 جبر 5 ربي يعيشك يا ودي اللي مازال ما مبرد شويه ربي يعيشك مخ ما تهضرش يرحم بابك بون نروحو جذر 75 مازال ستين ديك الشيء مازال مسالش 75 قسمة 2 فوت 75 قسمة 3 25 دونك 25 كيف 25 في 25 بوش يخرج 25 بوش يخرج خمسة جذر نفوتو 144 قسمة 2 قسمة 2 قلنا 72 قسمة 3 8 شو ما كان حبست قسمة 5 فاصلة فوت قسمة 7 قسمة 11 بالبسط صايب هكا واحد ما قال لي واش تعمل 140 راه عباره عن لون احمر راه مباشره 12 يديك نفكم باش نقول لكم بلي واش دابا نروحوا نقسموا الساعات نعطيك شكون نعطيك مربع يقول لك اسوميه ما تعرفينيش انا يعني العقليه واش دير الله اقسم قال شنو دابا مباشره تساوي 12 هاو قدام فهمتوا ما فهمتوش 147 147 شو 147 يبدو رقم غريب صح ولا لكن في بطنه مربع تاب هل يجب كراجع 144 يبدو 147 يبدو عدد غريب لكن في بطنه في احشائه راهو كاين رقم احمر كيف انت شو بطريقه التفكيك كيف التفكيك اقسم والحاق اسمه طريقه التفكيك عندكم 147 جذر 147 نبدا نقسم قسمة 2 بالفصل قسمة 3 49 دونك 147 يمكن تحليله بالشكل الوجه 49 في 3 ونديرو 49 باللون الاحمر
صار بين مش تخرج. النتيجة بعطينا 7. أروان ضرب بعيش ما فرض اختبار ولا كذا 8. صح. ويبقى يشكون يمشي في الطرق هم. هنا ترى بسيطوا لي عقب الأولمبياد في الأولمبياد يعني بعثوه في الأولمبياد سنتين لا يروح يجي ما يطلع زين يعطوه بعض أفكار طلبوا من يحبسوا ومتي ميه مو بربعة خمسين يقرأوا الألفين اللي قرأوا في القسم شوفوا كيف تقرأوا في القسم 20 18 اللي بعد لك ولا ساعات يقول لك بين العدد يكتب على شكل مثلا كذا جذر 2 تسمي سميك بلي اقسم على جذر على 2 يعني يقول اقسم على 2 وما استمريش كيف باش ندير؟ شكون تلميذ ممتاز؟ شكون يجيب يكون الأولمبياد تاعو اللي عنده طرق ممتازة اللي عنده طريقة عامة اسمها طريقة عامة. هذا الأخير جذر 63 قسمة 2 ما يقبلش بس كذا في الأحد تاعو كون شغل 3 قسمة 3 يقبل أكثر في الغرب يقبل أكثر بس 63 مجموعة أرقام هي الموضوع 3 63 قسمة 3 كم؟ ماهوش رقم واحد بالرغم هو يقبل أو هنا الخدعة الأولى 63 يقبل أكثر ولا تعطيك 21 هل 21 كاين هنا؟ ما تقبلوش قسمة 3 ما تقبلهاش بزاف طلبة واش قال لي الشيخ نقبلوها قلت له علاه؟ قال لي الشيخ ما كانش فاصلة قريت كي كان علاه حبست؟ علاه حبست؟ تحبس كي تلقى الحاصل رقم أحمر يعني مربع تام هاي نطلع قسمة 5 البيضة في متى يكون عندنا في القسمة 5 إذا كان رقم أحادي 7 أو 5 أو بين بلي ما يقبلش شكون الطالب الممتازين وما يروحوش على حسب كي يقولوا قسمة 5 ما يقبلهاش علاش رقم الأحاد 3 الطلبة الممتازين يقراوا ما تصح قسمة 7 9 9 يكتبوها بلون مخر 9 باش تخرج النتيجة تاعنا كذا شدر كذا شدر كذا شدر سهلة ولا صعيبة؟ سهلة شوف اللي يعطيك مجهود حطوا في بالكم راكم نسيتوا الطريقة الممتازة تاع تشوفوا كيفاش نعجنوا الجذر هذه يسموها هنا في الكوربينات نقولوا كيفاش نعجنوا الجذر اي جذر باش نتعجنوا نروحوا برك البيضة نسقسيكم نفهمكم واش يجينا في الهدية واش يجينا في الاختبار شو واش يجينا؟ اختبار واش رايكم؟ راح نعطيكم زوج حالات يجونا في الاختبار حالتين مش هو على شكل سؤالين تطبيق يقول لي اكتب العدد ا ماجيسكول على الشكل ا مينيسكول جذر 3 وهو من ابسط الاسئله وش هو هذا؟ ماشي كيف وش هو؟ هو ناقص 5 جذر 18 3 جذر 27 زائد 7 او 3 7 نعم جذر 3 زائد 10 جذر أجيبكم أرقام دقيقة باش ما نوضح شتو التمرين هذا اللي قاعد تشوفوا فيه هو التمرين تاع اختبار والتمرين تاع أهلية هذا استدلوا اكتب العدد أ على الشكل أ مينيسكول جذر ب مينيسكول شكون هو أ هذا؟ شوف هذا كيشوف زوج تمارين هذا التمرين الأول ستيل الأول وهذا ستيل الثاني زائد 7 جذر أعطيك شوية الحسبة مئة واثناش ناقص 8
جذب ثلاثمئة وثلاثة وأربعين زائد اثنين جذب ثلاثة وستين. لاحظوا زوج تطبيقات مختلفة، زوج تطبيقات مختلفة. سير السؤال تاع الدور، عطانا عدد ا ماجيسكيل كي نكتبوها الشكل ا جذر كذا كيجي كيما هكا راه سمات. قال كي راه العدد الاول اللي يكون هنا او ثلاثة، يعني واش نديرو؟ نقسمو ما بداخل الجذور على ثلاثة. كي تجي هنا جذر كذا خليها هكا، كيما هذه ما تحبيهاش خليها سبعة جذر كذا، كيما هذه استعجن وهذه استعجن. كيما استعجن هنا مباشرة اني نقسم هذا كذا. من الغباء، اعيد، من الغباء اني اتصل بهذه الطريقة. على او سمالك شكون هو لو بوتي اللي كل داخل نسميوه هنا لو بوتي، لان العدد الاولي هو الكلام اللي ما فهمش يتبع معايا الحل. الحل اللي قال اسمه بالهمس رئيس قسم اكسل همس تحسب عليه ايش لدينا ا يساوي، لدينا ا يساوي ناقص 5 جذر 27 زائد 7 جذر 3 زائد 10 جذر 48 عاد. قال لي السؤال في الهرية وفي الاختبار اكتب العدد هذا ا على الشكل ا جذر 3، يعني وكأنه قاعد يقول لي ما يوجد في البطن تاع الجذور او كاين العدد 3. واش ندير انا؟ دونك واش راح ندير؟ راح نقسم ما بداخل الجذور راح نقسمهم على ثلاثة، لأن ما عدا هذا ما نقيسوش، لأنه أصلا مكتوب على الشكل كيما تقسم ثلاثة على ثلاثة، هاي باينة بلي واحد. واش ندير؟ شو واش راح ندير؟ آه توسي ناقص 5 ندير هذا التنزيل، جذر 27 نقسم على ثلاثة، مثلاش فيها؟ 9، راح أوتوماتيكمون يجي العدد اللي مسمي ثلاثة راح يكون رقم أحمر، راح يكون مربع تمام. 27 قسمة ثلاثة، أو 9، هاي 9. فهمتوني ولا فهمتونيش؟ نعم. قسمنا ما بداخل جذر على ثلاثة، علاش؟ لأنه هو اللي قال لك راهي اكتبوها على الشكل أ جذر ثلاثة. سبعة جذر ثلاثة أو مكتوب في ديجا بدات ثلاثة، تسمى ديروا التنزيل كيما راه، بالسبعة تاعو بجذر ثلاثة. اللي ما فهمش هذا، اللي ما فهمش هذا، تبع معايا هذا. 10 خليوها كيما هي، جذر 140 نقسموها على ثلاثة. يا أستاذ، يا أستاذ، نعم. يا استاذ راني ما فهمتكش علاه قاعد تقسم على ثلاثة. شكون ما فهمش علاه يقسم على ثلاثة؟ يا اصبر شوف شكون ما فهمش علاه راني قاعد نقسم على ثلاثة؟ صحيح زيد صحيح. تسمى انتوما ما قريتوش السؤال شنو مكتوب هنا؟ اه جبنا ثلاثة. ما قريتوش السؤال سمع. ما فهمتوش السؤال اودي. ما فهمتش. كون قلت اكتب اه على الشكل اه جذر سبعة. على واش تقسم انا؟ على سبعة. كون قلت لك اكتب على الشكل ا جذر خمسة. على خمسة. لكن انت تتبع واش قال لك؟ واش مال؟ انت مين؟ صح. ها شوف 140 واش راح ندير؟ نقسم على ثلاثة قداش فيها؟ 15. لازم كيف تعرف روحك بلاك صحيح؟ لازم العدد هذا اللي مسالي ثلاثة لازم يكون رقم دور احمر. ها شو معنى؟ 42 قسمة ثلاثة. 16. نعم؟ 16. هاي 16. وعيد ناقص 5 خليتها هبطها كيما هي. شوف جذر 27 قسمنا على 3 لقيناها 9 في 3 هاي 9 هذه هبط كيما هي. قال لي الشيخ ما تحاربهاش. 42 كتبناها 16 في 3 عاد الجلسه تاعك كيفاش شوف كيما هي. شوف عاد الجلسه تاعك يا شيخ تفهم امور. نبدا نخرج، نبدا نخرج 9 هذه كيف واش تخرج؟ وش هو ولد ولد 9؟ و 16 واش تخرج؟ كيف بعض الطلبه الاولاد يكتبوا كيما هكا بس ما يعرفوش يخرجوا الارقام. يقول لك استاذ باينه شيخ 9 تخرج بثلاثه. هي يا حبيبي كي تخرج بثلاثه من بعد انت كاين ناقص 5 درت لك قاعد تسنى بها قلت لك جيتي تحت تقول لها جيتي لي هدي هل ترى ناقص 5 وكذا يا هل ترى نجمعهم ولا نطرحهم ولا يضربوا في بعضهم.
أحسن أحسن نضرب ناقص 5 في الجر نضرب هذا في هذا عقد عادي ناقص 15 وعيد وعيد شو قولوا نعاود الشرح بلا حكم واحدة واحدة وفيديو راكم تروحوا للدار زيدوا تعاودوه تماما 27 قسمناها على كم علاه قسمنا على كم اقرا السؤال اكتب ا ماجيسكيل على الشكل ا شبه ثلاثة هذه سنة قاعد نشوف فيكم داير ديكك ممنوع عليك دير هيك كنيسة عينك مع الشيخ طلب اللي تكتب التلميذ ندير هيك راهي علامة من علامات الكسل والخمول ديرك عيني ما مشكل ركز اذا 27 قسم على 3 فيها 9 دونك 29 27 كيفاش عجبناها حللناها هي 9 في 3 خرجنا 9 واش تخرج 3 ضربنا ناقص 5 في 3 قداش يعني لازم تفهمني عزيزي الطالب بلي ناقص 15 هذه منين جات اسمعني مليح انا عم نكتبها لك هنا باش في الفيديو تلقاها هي عبارة عن ناقص 5 في 3 اشكون اللي ما فهمش يا جماعة منين جبنا المعامل ناقص 15 بكري كانت ناقص 5 رجعت ناقص 15 منين جبناها ضربنا ناقص 5 هذيك اللي برا زاد جاتها 3 زاد شكون جاتها 3 ضيف ناقص 5 في 3 ناقص 15 هاي النتيجة ناقص 15 زيد 7 جذر 3 طافت كما هي 7 جذر 3 قال لي شيخ ما تحاربهاش ما تديسهاش ما تفتكش فيها لو توش با اللي ما فهمش هذه اروح تبع معايا 16 خرجناها بربعة خرجناها بقدام ربعة كي تخرج تلقى 10 هل ترجع 14 ولا ترجع 40 ترجع 40 ابو هنا ترجع 40 علاش هذه 10 وشاتها 4 10 في 4 40 قرينا بسيرة كنا متوسط قلت لي هذه السلسلة إذا تكرر مجهول مثلا 2 إكس و 5 إكس و 7 إكس نزلوا إكس كعامل مش أعطيك مثال زوج شكال حليب و 5 شكال حليب و 3 شكال حليب واش ندير؟ حنا نجمعوا المعادلات خلينا من ثلاثة نديروا بزوج زوج شكال حليب و 5 شكال حليب قداش؟ 7 شكال حليب أنا هيك كزيت على المشترك ولا؟ هل نقولوا 7 شكال حليب ولا نقولوا 7 شكال حليب شكال حليب؟ كي ندخل شكرا حليب مرة واحدة يعني كيكون عندي هنا جذر متكرر شكرا حليب شكرا حليب شكرا حليب شنو ندير؟ ناخذ جذر ثلاثة كعامل أرواحنا نوصل تبقى ما تقطعش تبقى ما تقطعش نعاود نكتبها هنا أ تساوي ناقص 15 جذر ثلاثة زائد 7 جذر ثلاثة زائد 40 جذر ثلاثة قاعد تلاحظ عزيزي الطالب بلي جذر ثلاثة هذي قاعد تتكرر هنا وهنا وهنا واش قال لي الشيخ شوف الطريقة حداها نديرو قوس ونكتب هنا جذر ثلاثة مرة واحدة واش نكتب داخل القوس راح نكتب المعادلات راح نهبط المعادلات ناقص 15 زائد 4 7 يا هنا الداخل ناقص 15 ما تقطعش تبع زائد 7 زايد ربع نجمع الموجب مع الموجب والسالب مع السالب هذه تجمع طول الاوساط تحسبوها كما بغيت 40 و 7 47 نحيلها 15 دونك نكتب 32 بصح هذا اللي ما كانش ندير قوس جد ما كانش ندير نقطة لا في لا والو 32 جد مثلا التحقيق كيف نتحقق ونعطيكم طريقة ممتازة للآلة حسب علمية كيف التحقيق حتى انا حاسب على اليوم ما تجبديش انا حاسب هذيك تاع سنه خمسه في الدار يرحمه لي انا حاسب اللي قلت مسلم نبداو نبداو روح اكتب ناقص خمسه جذر 27 دير جذر اوكي جذر 27 زائد 7 جذر 3 زائد 7 جذر 3 زائد شي نقطه بسيطه انا ضد النقطه بسيطه زائد 10 جذر 140 تساوي قداش لقيتها؟ 55 فاصل صح صح 55 فاصل 55 فاصل 55 فاصل هذه اللي هو صح اللي لقيت انا قداش لقيت النتيجه الاخيره 32 جذر احسبها لي طبعا الحسبه قداش لقيت نفس العدد مبروك عليك ديري 32 في جذر 3 تساوي
نفس النتيجة. مبروك عليك العملية تاع كاسعة في الأهلية راه كاسعة. شكون ما فهمش كيفاه نتأكد بالآلة حسب اليمين. السلسلة عطيها لي بالأهلية، هاي الأهلية. أنا نقول لكم بلاك الأهلية راكم كلش تيستي تخرج من الأهلية صحيح. السلسلة عطيها لي. نطبيها بلا كالكيلاتريس، نطبيها طق 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 طق. إيكال. حتى في الأوسط. روح النتيجة الأخيرة تاعي. دير 32 جذر 3. نلقاها 55 تسمى الخدمة تاعي راهي صحيحة. فهم فهم ماكا نزيد تستيو في السيستم في العملية العملية كيما هذا ستيل الأول تاع التطبيق يسمي لي شكون هو لو بوتي أنا نسمي لو بوتي يعني قال لك باش شكل أ جذر ثلاثة شو هو ستيل الثاني هل سماني ولا خداك وحدك قال لك أ جذر بي وخداها هكا هذه التالي هذه تسمى تخدم الطريقة تاع الشيخ نبي أرواشي فهمتوا كيف زينا جدا تبع كاع المشترك هنا واش حق المعاملات من بعد هذا السنه الاولى والثانيه المتوسط نجمعوا انا عندكم خدمه في الدار راهي عندك خدمه في الدار تروح الدار تزيد تعاود فيديو تعاود واحد راهي عندك خدمه في الدار شكون اللي يخدم شكون اللي يتعب شكون اللي ينجح هو اللي يتعب اذا رحت الدار وزدت خدمت وعرفت ومن احنا كنا عارفين يعني عرفت يخدم ويعني ما ربي يسمع قسما بالله علاش باش كذب كنت امس مشهور قلت والله نفرح ربنا كي ولد التيمي تاعي نعطيه درس هكا ويفهم كيفاش تجي تصور الفرحه اللي تجيني وبنفس الطريقه القلقه اللي تجيني كي من الدرس ومن كذا ونلقى الطالب ما تفهمش ومش من المشتعل ما تفهمش الفيديو منه ما تفهمش معنا ما روحت الدار ما زدتش راجعت والحسه هذه شتو هذه هو لازم ما تفهموش شويه علاش لازم تروح الدار زيد تغدى ترقصي العشيه تعاود به زيد تعاودوا مره ثانيه زيد تعاودوا مره ثالثه حتى من بعد يقول إيه هذا هو الفهم كي تخدم واحد في الورقة مبروك عليك راك مريض كي تعاود واحد في الورقة غتصرف لنا بالقهوة شوفوا العملية أ سل أ تساوي أها أها نثبت روحي بيه باش ما سماليش قال لي أ جذر بي عون بعض سمع واحد يقول لك عم بحر هنا تخطيك الطريقه كيما هذه ما تدخلش روح جيب سبعة جذر 112 ناقص 8 جذر 343 زائد 2 جذر 63 نبدا تساوي دائما المعامل ديرو التنزيل المعامل دائما ديرو التنزيل هبط جذر ونخلي ثلاثة 112 نقسم على أول عدد أولي قسمة اثنين كم؟ 56 ما كانش نفوت جو باس قسمة ثلاثة بالفاصلة جو باس قسمة خمسة ما يقبلش يبين أجرات لا حاسس قسمة سبعة لاحظوا ولا؟ 16 يعني لكم حاجة؟ نعم اش يعني لي حاجة 16؟ نعم مو مربع تام رقم أحمر حبس 16 في 7 الولاد أنا نقول لكم واحد الحاجة بصح كي شو احنا غشينا درنا غش شكون شو شكون اللي مساوي 16؟ 7 يعني كون تكون ذكي يعني ما كان دير ترجع التاريخ الاخرين كل قسمهم على 7 شكون ما درناش ما كاينش ولا سماك لك لقيت شكون هو البوتي لكن البوتي دائما شكون هو هو اللي مسامي بالرقم الاحمر هنا كيما نقولوا انكشف الستار انكشف الستار بان الحل بان بلي البوتي تاعي هو سبعه يعني كل شيء تقسمه لسبعه شكون ما فهمش هذه نهضر مع الطالب ذكي العدد اللي مسامي الرقم الاحمر شكون هو هذا هو اللي تقسم عليه الاخر الباقيه فهمت ما فهمتش باش ما تزيدش تعاود ترجع للطريقة هذه والدليل هذاك ها شوف شيء اقسم 343 على 7 شفت كيما ولا اقسم على تهضر اقسم على مالك هو غير 49 زيد اقسم لي 63 على 7 9 شفت كيفاش شكون ما فهمنيش انكشف الستار نقول انكشف الستار نمشي غلط بلا عقل قال انكشف الستار مفهوم لا اما بغيت تخدم وحده
بغيت تخدم بالعقل واحدة واحدة. واش دير؟ واش دير؟ تزيد تعاود تقسم 343 قسمة 3 ما كانش قسمة 3 بص راك الدور الدور وتعاود ترجع لواش مفهوم ولا مش مفهوم؟ مفهوم ولا مش مفهوم؟ دونك الباقي الكل راح يقسموا على 7 ناقص 8 كان كتابة خاطئة يديروها الطلبة كي يجيو يكتبوا 16 في 7 شو كي يكتبوها؟ 16 في 7 هل هذه كتابة صحيحة؟ تدي عليها سنة لازم الخط لازم السيوانة تاعك تدرك لك الأعداد كل اللي داخل يعني أو ستيلو مش راح يفضل شوية لازم لازم تكوبري مليح وهذا لازم يكون الخط يوازي الخط تاع السطر تاع الكراسة شكون يمشي بها السطر تاع الكراسة يدير لي واحد يدير ليك واحد يدير ليك شكون يس دائرة قلنا هذا السطر التالتة هذه ونطلع وخط يوازيها راني فيريفي الكاس راني لقاك ماكش قاعد تطبق الشيري قاعد يقولوا تدي العقوبة وبزاف طلبة كسرنا لها بيدهم تدي عقوبة بس ما تسمعش بس ما تسمعش صلينا واحد ناقص 8 جذر شوف ناقص 8 كيف درت لها التنزيلة تشوف فيها ولا بزاف طلبة كي يجيو يبداو بالجذر بزاف يبداو به يروحوا معاه وينسوا ما يديروش التنزيل المعامل كان بزاف طلبة ثاني باش يدير ناقص 8 يدير زائد 8 انا كنت نقول يا استاذ شكون اخطا اللي شفت الطلبة تاعك اللي تلقاهم بزاف على شو هو كي يجي يدير ناقص وينسى 8 ولا يدير زائد جذر ويخم في هذه بزاف نكتب المعامل صح طيب اقسم 343 قسمة صح نعم صح قلنا 349 هنا اذا لقيت الرقم اللي يسمي البوتي تاعك عدد اولي افرح افرح علاش خدم كيسح اذا بغيت نكشفكم السر تاع ما بداك الجذر التحليل تاعو لازم يكون واحد رقم احمر وواحد رقم اصفر عاودها لي واحد رقم احمر هذا هو السر اللي ما تسمعوش من عند الشيخ تاع التليكوم ما تسمعوش انه ما بداك الجذر اذا كان رقم معقد فتحليله يكون برقم احمر في رقم اصفر تبين كما الطبليه صدقه طبليه احمر شوف عليها مليح ذكر انثى نبدا نخرج بزاف طلبة في كي يبداو يخرجوا يغلوا علاه باسكو ما همش مثبتين الروح 16 هذه دير 4 وخدي هاك 4 49 7 وخدي هاك 9 3 خطا ثاني ارتكبوا الطلبة واش يديروا؟ خي هذيك 49 كي يخرج يخليها 49 كي يخرج الاب لازم تردو وين؟ باسكو على الجذر كي يخرج من داخل الجذر ويولي صغير لحظة ها الارقام خي مثلا شوف واش تخرج شوف 140 واش تخرج شوف 49 واش تخرج 7 يعني العدد يولي يسرى باسكو الجذر شنو هو؟ هو الصغير الى العدد الذي مربع لو كاين ضربة كي يخرجوا 4 ما عندوش كاين واحد يقول لي 11 يجمع 7 زائد 4 ما يهربش 7 ضرب 4 هم يقولوا واحد الشكارة تاع الحليب شو عليها مليح نزع عنه وش صار صاي هذي فهمتوا هذا مبروك عليك لك التحية هي سلسلة عملية صح بصح فوت تخرج عليها مثال زوج سنوات اقسم بالله لان العظيم هي هي تاعي قدر واحد يقول لي استاذ اي استاذ ساهله هي ساهله بصح الطلبه كيما طاح في استاذ ما يشرحش مليح وهذه قليله ضعيفه ضعيفه انك تلقى استاذ ما يشرحش مليح تلقى الطالب صح غادي نشرح هذه زميلكم هذا ستيل وهذه الورق تاعها قاعد يتقلب انيسا الشيخ يقعد يهضر لك هضره دقيق جدا عينك معايا هيك تنيسا الورق تاعك يتقلبوا قاعد يدور وانت ما حبستيهمش هذه الدقه اللي نتكلم عليها لازم نكون دقيق كي عسكر عسكر إذا ما تبقش طريقة تاع الشيخ روح روح عليا روح بعدني ربع عشر بعدني هاتوا قلقتوني إذا نشرح واحد يكتب كيما سبحان الله الشيخ يشرح هذا السيد ونتبع على الأستاذ كذا اللي قاعد يقولوا دقيق جدا قلنا عملية زوج سنوات زملاء كنا ما خدموش كنت نعاود نرجع الحيوان تاع الشيخ ما يشرحش الحيوان واش تطالب ما ينتبهش كيما زين لكم انا نشرح يدك من بعد كل الشيخ ما فهمش ولا نمد في ملاحظات دقيقه جدا ملاحظات دقيقه
ثالث حاجة وهي مهمة، الطالب يروح الدار ما يزيدش يعاود، لازم نروح الدار لازم نزيد نعاود، مش العقل باقي يستوعب الحاجة، لازم نزيد نعاود. شكون يبقى داخل؟ جذر سبعة. كاين طالب ما يفهمش علاه جذر سبعة. ضرك ترى جيب لابروس ومحيلي 16 واش تبقى داخل؟ جذر سبعة. ناقص. ناقص. هاي الفرق بين كي تقراها عندي وتكتبها أنت فرق. كي تعود أنت تصوب في الطاكس، إي شيخ أنا نصوب. وفرق أني نقول تشوف معايا نقول لك شوف كيفاش نصوب وأنت قاعد حدايا. فرق. أرواح تصوب اركب في بلاصتك. سوق انت الطوموبيل نحبك انت تكتب ناقص ناقص كذا كذا جذر ست كيما هكا هذيك قاعد نقول لك انا عاود صلي معاك ناقص هي ناقص ثنيا سبعة جذر سبعة طلبة طلبة اللي مش حاضرين يجيبوا الضربة نحكمكم مع الدخلة تاعكم راكم تعرضوا عليا يجيبوا الضربة تعرضوا عليا زيد جذر تسعة كذا ثلاثة في اثنين ستة جذر سبعة وما أكثر طلبة اللي يقولوا لي خمسة جذر سبعة يجمع ما زالوا طلبة يجمع حنا قلنا نظر عاود معايا نظر هاي الشكالة تاع الحليب هضرنا عليها ناخذ جذر سبعة شو الطريقة اللي قلتها لك ها ندير قوس ونكتب جذر سبعة تبع الطريقة تاعي يا حمودي دير قوس فارغ صحن فارغ وحط جذر سبعة تمام وضعوا لها نحط المعادلات 28 ورد بدلت الإشارة ناقص 56 زائد 6 مش مع الموجب مع الموجب 28 و 6 34 يا اخي ولا 34 حيلها 56 سما نطرح لها اشاره اكبر 56 تقول لي نقولوا 56 ناقص 34 اذا شنينا ناخذ اشاره اكبر دونك النتيجه ناقص 22 جذر 6 أروح ترى نشوف راح يعني ساعة ولا نيمة أجب أنا حاسب على نيمة مد علي أكتب مش حمد علي سبعة جذر 112 ناقص 8 جذر 343 زائد 2 جذر 63 تساوي تساوي 58 قاعد كل واحد يمكن نتيجة ده زيد 58 فاصل ناقص 58 فاصل ناقص 58 فاصل 20 مازال ما يعرفوش يحسبوا على حسب هي تمشي روحي النتيجه الاخيره دير لي 22 في جذر 7 ناقص 58 هاي 58 فاصل 20 بالضبط تفهم بدي الخدمه تاع كل رئيس تمام نروح للدار نزيد نعاود العملية ثاني في زوج والله يلقاهم نفس النتيجة راك بينا ما شاء الله قد حاجة اللي ما عادش يتسلي بالآلة حسب الآلية وش مكتوب هنا نقل وش مكتوب بعد شو مكتوب سبعة جذر اثنين دير سبعة جذر 112 ناقص 8 جذر 343 زائد 2 جذر يعني طفي برك دير هيك وطفي اكتبوا كيما يكتبوا شو راك قاعد تصبر تعطيك النتيجة ودير تساوي تعطيك كيف وروح دير 22 جذر 7 تساوي تعطيك كيف خدمك ساعة وتمين وضع لهم شوط سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم ونشكركم بزاف انكم كنتم مركزين معنا وانكم كنتم سامعين معنا ابارك ابارك 3000 هذه كينا تكتب وجايبكم هذا نشوف فيه طب سراسو وتيمي هذا الزريق بصرصه تمام وفهم أموركم أثناء التسجيل ولا أثناء شرح الأستاذ السلام عليكم